إيران ستود وحزب الله سيود، والعدو ينتظر ويترقب. اليمن بعد قصف الحديدة هو أيضا ألزم نفسه بالرد وسيرد. المهم هنا في هذه الجبهات الثلاث، التصميم والقرار والعزم موجود. ثانيا أؤكد لكم أن القدرة أيضا موجودة. وثالثا كما ذكرت في التشييع، التصرف بروية، بأنات، بتأني وأيضا بشجاعة وليس بانفعال، أنه يلا ضربني أمو لينا لنضرب، يواش يواش شوي شوي. انتظار الإسرائيلي على مدى أسبوع هو جزء من العقاب، هو جزء من الرد.